أحسن الله عليك، لقد أفتيت يعني سابقا فيما يتعلق في اللحوم المستوردة يعني من بلاد أهل الكتاب بالجواز، هل يجوز يعني قياس ذلك على يعني أكل لحوم أهل الكتاب حتى يعني في بلادهم باعتبار أنهم أهل الكتاب، علما بأنهم يعني المعروف أنهم لا يذبحون يعني الذبح الشرعي؟ شف يا أخي، الله عز وجل قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وسكت، فما يعتقدونه طعاما ولم يحرم بعينه فهو حلال، ولا تسأل إلا ما علمت يقينا أنه حرام. فمثل الخنزير ما نأكله لأنه حرام بعينه، الظأن والمعز نأكله إلا إذا علمنا أن هذه الشاة نفسها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية. أفهمت؟ على أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين يقولون حتى لو خنقوها خنقا وهم يعتقدونها حلالا فهي حلال لك، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو طعام لنا حلال، لا فهو حلال لنا، لكننا لا نرى هذا، نرى أنه لا بد من إنهار الدم وذكر اسم الله عليه. إلا أننا إذا أتانا ممن تحل ذبيحته ليس لنا، ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل كيف ذبحتموه وهل سميتم الله عليه. والدليل حديث عائشة في البخاري قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذاك اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. وهذه إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي السؤال، عليك بفعل نفسك أنت، سموا كلوا.